يعني يوم ولد عمي جاي يخطبني، بعد انا قلت لا، هو قال يعني ماما قالت له عشان هو تروح. اوكي ايش فيك؟ رايح لولد امي. دقيقة، المهم يوم ولد عمي جاي يخطب يروح، يا ريت بثي، ماما قال محرق البنتي الناقة بس عشان هو يروح، ولا انا قال له بيجي ولا. المهم نحن غيرنا، قلنا ما نبي، بس حس لو حد يجيب لي ناقة وين رايح؟ يا ولد قفيل الشاحنة ماكو ولد. لو حد يجيب لي ناقة، طيب انا ايه مزاتي جلس بقول طلقني 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 طلقني، وبدي اروح. انا اذا واحد يجيب لي ناقة اللي تقولين عليها، اذا اجيب لي هذا المهر الناقة خواتم الزوجات كل هنا طلقين واتزوج اياه. حتى امي، حتى امي خليها يعني، اذا طلب امي، امي والله ذاك اليوم جاها عريس رفضت، اتوافق بهذا السعر. حسام عيب، حسام انا اوافق، انا اوافق، اذا يقدم لي نهر انا اتزوجه. تعطيني ناقة يا ولد الشاحنة، وين راح يطفى التليفون؟ أمانة الله بس قفيلي. راح ينطفي التليفون. يا ربي لو حسام تخوني، يا ربي ما تحصل الشاحن. لا هو ما راح اخونك، بس خل القى الشاحن اذنه. تقول الحسام لا تخوني. جماعة طول ما شاء الله، انتم عراقيين وايد طويلين يا اخي، ما شاء الله ما شاء الله، تف 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 بدون بوسة، انتم وايد طويلين. شوفوا يا جماعة، شوفوا الفندق أنظف من كل وجهي، أبيض يعني وجهي أنا مو بنفس الها، أبيض أنظف من كل حياتي وحياتكم بعد. أوه يا لا راح ينطفي والله. يا رب لو يخوني ينطفي الحين بث، يا شيش يا رب معود انت يا الشاحن. رب يا رب بليز، لو هو يخوني بجد يطفي الحين تلفونه. شوفوا يركز عشان يعني ما يطفي تلفونه. اطلب شاحن، اوه بعد شنو، اطلب لي شاحن، اطلب لك فلافل، اطلب لي كل شيء، في النهاية ما راح تتزوجني. انا اللي خاسرة فلوس. لو ما حصلت بطلب ولا، اوه خلي اتصل لفندق اقول لهم يجيبوا له. دقيقة لو ما تحصل، راح دقيقة ماك شاحنة. بتصل لفندق عشان يجيبوا لي. يا اخي من وين تحبون بنت؟ ولا ما تحصلون نفسي، ولا يا جماعه أنا ماكو. ما تقولون انا مصلحه، وين المصلحه بالموضوع؟ انا دقيقة خلي اتصل شو اسمه لفندق، دقيقة محظوظ فيني، بس انت ما تفهم يا شو اسمه، يا شو اسمك حسام، ما تفهم. ألو حصلت، حصلت يا شو اسمه، قاعدة أكلمك، ترى أنا قاعدة أتصل لفندق. يا excuse me do you have a iPhone charger? You don't have charger in reception. Okay, so if someone phone is dying, then what they do? Do you have a supermarket that they sell? يقول ما عندهم شاحن، شو الفندق اللي ما عندهم شاحن؟